causes of macrocytosis. يبقى macrocytosis لما الاقي large RBCs in peripheral blood smear. او ال MCV اكتر من 100 فيمتوليتر. في الحالة دي يبقى عندي definition of macrocytosis في الحالتين دول. طيب هل كل الماكروسايتوزيس هي عبارة عن أنيميا أو ميجالوبلاستيك أنيميا زي ما درسنا؟ لا، هو ميجالوبلاستيك أنيميا هو أهم سبب من أسباب الماكروسايتوز، إنما في أسباب أخرى للماكروسايتوز. يعني مثلا على سبيل المثال الأطفال حديث الولادة نيونيتس بيكون عندهم الـ RBCs بتاعتهم كبيرة، البريجننس الحوامل، الناس اللي عندهم في خلايا الشبكية كتير اللي هو الريتيكولوسايتوزس، أوتو إميون هيموليتيك أنيميا لما يكون في أنيميا التكسير، وخصوصا النوع اللي هو أوتو إميون بسبب وجود أجسام مضادة ذاتية بتكسر الـ RBC. الكوهوليزم، الناس اللي بتشرب كحول كتير كورونيك الكوهوليزم صورة مزمنة، سموكينج مدخنين الهيفي سموكرز، بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى الـ RBCs تبقى كبيرة في الحجم، بعض الأمراض زي نقص إفراز الغدة الدرقية اللي هو اسمها ميكسيديما، بعض الأورام مالينجنسس كانسرز، بعض أمراض الكبد ليفر ديسيس، وفي نوع آخر من أنواع الأنيميا اسمه أبلاستيك أنيميا. أبلاستيك أنيميا من الحاجات اللي بيكون معاها ماكروسيتوز. يبقى إحنا زي ما إحنا شايفين هنا في تلات أنواع من أنواع الأنيميا ممكن يجوا ماكروسيتوز. خدنا أول واحد هيموليتيك انيميا، وبعدين ابلاستيك انيميا، واهم سبب للماكروسايتوزس هو ميجالو بلاستيك انيميا اللي سببها ان في مشكله في بي 12 والفوليك اسيد.